طيب مجلس إدارة نادي الزمالك خد بعض القرارات بشأن الجهاز الفني، قول لنا أهم هذه القرارات من وجهة نظرك، وشايف إنها تقدر تعيد توازن نادي الزمالك مرة تانية؟ وفي نقطة تانية عايز أكلمك عليها كمان، إحنا سمعنا في كلام كده داير على السوشيال ميديا، فكرة إنه جريدو بيفكر إن هو يرجع أو بيفكر إن هو يدرب نادي الزمالك بعد ما كان بيدرب الأهلي. ماشي، اول حاجه بالنسبه للقرارات، طبعا كان اقاله مدحت عبد الهادي وامير عزمي دول المدربين والمساعدين. طبعا كان حصل بالامس لقطه كده مش طريفه من مدحت عبد الهادي مع احد يعني حامل الكرات في المباراه، دي اول قرار. القرار الثاني تحويل كرترون الى التحقيق، عايزين يعرفوا ايه سبب النتائج السيئه لنادي الزمالك سواء في الدوري، لانه اخر ماتش خسران من سموحه 2-0، وبالتالي بيعمل نتائج سيئه في دوري الابطال، بيتعادل مع بترو اتلتيكو، وبيتعادل في القاهره، وبيتعادل مع سجراد الانجولي، وبيخسر من الوداد، وبيصعب موقف نادي الزمالك في المجموعات. ثالثا ايقاف مستحقات لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني والطبي والاداري والى اخره. يعني انا شايف ان القرارات متاخره جدا، قرارات طبعا قويه ولكن متاخره جدا. المشكله في نادي الزمالك هينفذ القرارات دي ولا لا؟ دي طول الوقت المشكلة في نادي الزمالك.